يعطيك الصحة. خلينا نمشي لسي سفيان كمون وباش نحكيو معاك على النشاط اللي هو الملتقى الدولي الثاني لعلوم الفلك اللي باش يكون من 14 ل 20 ديسمبر. ما بعدناش برشا يظهر لي على العلوم والمقر باش يكون بتوزر ان شاء الله. بإذن الله. به لو كنت تحكي لنا على النشاط هذا. هو الملتقى الدولي الثاني اللي هو علم الفلك اللي ان شاء الله باش ينعقد في توزر من 14 ل 20 ديسمبر 2013 هو تواصل الملتقى الاولاني اللي وقع في سوسه عام ناوي. الدورة الأولى كانت في سوسة. في سوسة وتم الاختيار العام هذايا على توزر لأنه توزر رغم طبيعتها الخلابة ورغم موقعها الاستراتيجي وصفاء السماء نتاعها ما كانتش من المناطق المحظوظة في ميدان التظاهرات العلمية خاصة في ميدان علم الفلك. وبالتالي فتم تنسيق مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتوزر بدعم من وزارة الشباب والإدارة العامة للشباب. والمركب الشبابي بتوزر مع جمعية وسائل علم الفلك لتنظيم هذا الملتقى. هذه التظاهرة باش تكون ان شاء الله هذيك اللي سيتم استضافة فيها ان شاء الله شخصيات علمية عالمية مرموقة من الولايات المتحدة الأمريكية، من فرنسا، من تركيا، من مصر، من العراق، من ليبيا، الجزائر والمغرب. واضح به. ان شاء الله فما انشطه موازيه اللي نعرفوا انه فما انشطه موازيه كما نوع من المعرض كما نوع من الانشطه الاخرى للاطفال والشباب اللي باش تكون على هامش اليوم هذايا. هو الايام اللي برمجناها ابتداء من نهار 15 ديسمبر سيتم فيها الى حدود يوم 19 سيتم تقديم محاضرات للمهتمين بعلم الفلك في ميدان في تحت عنوان العنوان العام اللي هو النجوم. وسيتم تنظيم ايضا ورشات تطبيقيه للمشاركين في الملتقى. وكذلك حصص بالقبه الفلكيه المتنقله لجمعيه وسائل علم الفلك لاطفال وشباب مدينه توزر ومنطقه الجريد بصفه عامه اللي يحبوا يتعرفوا على علم الفلك ويحبوا معناتها ينميوا معلوماتهم في هذا الميدان. وهو في نفس الوقت هو جانب في جانب من الترفيه معناتها كي نمشيو غادي كالتوزر ربما ويتم الايام هذيا ويكون فما رصد الحاجات يعني موجوده بالطبع. في علم الفلك يظهر لي عندها قيمه كبيره في الترفيه. بالطبع بالطبع. وين باش يكون المكان بالضبط نتاع التظاهرات هذه باش تكون موجوده؟ المركب الشبابي بتوزر ان شاء الله، المركب الشبابي بتوزر. ان شاء الله باذن الله. اذا هاكا نقول لكم كونوا في الموعد في توزر تستناو في حدث كبير ان شاء الله من 14 ل 20 ديسمبر. هاكا نكون وصلنا لختم حصتنا اليوم من برنامج بانوراما. نقول لكم كل يوم تابعونا اكيد نكون معاكم في الموعد.